بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عنوان الحلقة النهاردة من برنامج لك ينبغي التمجيد هي مجد الله الفائق. مجد ربنا مجد فائق جدا جدا جدا، وعشان كده ربنا قال لموسى الكلام ده، وقال له لما طلب يشوف مجد ربنا، فقال لموسى النبي في خروج 33: لا تقدر أن ترى وجهي. وجهي دي يعني كامل كامل عظمتي، والوجه يعبر عن الشخصية. ليه بقى؟ لأن الإنسان لا يراني وعيش. ويقول: وقال الرب وزع عندي مكان فتقف في صخرة، ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى. يعني هتشوف جزء من مجدي، لازم اخفيك، ما ينفعش تواجهني، تواجه المجد بتاع ربنا والانسان يراه كده هوت على طول كده وهو بشر، لانه هنا هوت يحترق من مجد لاهوته. وده اللي عمله المسيح له المجد لما تجسد، فاخفى لاهوته. شفنا مجده من خلال حياة المسيح على الارض، الله المتجسد، لكن ما كناش نقدر نشوفه من غير ما يتجسد ويخفي مجده في هذه النقرة، ونتحد به احنا ونعرفه من خلال ان هو ظهر كإنسان في الهيئة، ومع انه هو رب الجميع. فبرضه في سفر الرؤيا بيقول لنا على المجد العظيم بتاع ربنا، يقول: لما رأيت سقطت عند رجليه كميت. ده يوحنا الرائي العظيم: فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. برضه نلاحظ إن أشعياء النبي في أصحاح 6 في نبوته من 1 ل 6 اتكلم على رؤيا شافها، فيقول في الرؤيا دي: فاهتزت أساسات العتب، العتب بتاع الهيكل، من صوت الصارخ. سمع صوت حد بيصرخ بصوت عظيم، وامتلأ البيت دخانا. كل ده يناسب العظمة بتاعت ربنا، ربنا عايز يفهموا العظمة شكلها ايه. فصارخ بيصرخ يمجد ربنا، البيت او الهيكل مليان دخان. فيقول: فقلت ويل لي اني هلكت، لاني انسان نجس الشفتين. على طول أدرك أن القدسية بتاعت ربنا ما يسيبهاش، أن هو يقف في المكان ده هو خاطي ونجس الشفتين. يقول: وأنا ساكن من شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. هو طبعا هنا شاف المسيح اللي هو المجد في رؤيا. يقول: فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المسبح، ومس بيها فمه وقال أنه هو طهره بكده. يبقى اذا قدسيه الله ما ينفعش غير ان هو يطهرنا عشان نقدر نراه، فلازم القداسه. فكده في عبرانيين بيقول كده: لازم القداسه، عشان كده ما نقدرش نشوف مجد ربنا الفائق بسبب خطايانا. فيقول كده في عبرانيين 12 اي 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. يبقى ايه سبب ان احنا ما نقدرش نعين مجد الله الفائق واحنا في الجسد؟ ان هي عدم قداستنا الكفايه اللي تخلينا نرى الله، لاننا خطاه وضعفه، وان كان فينا شيء حسن فهو من الله، لكن مليانين بالخطايا، زي ما قال داود النبي: بالخطايا ولدتني امي. فعشان كده التركيز كان على القداسة، عشان مجد الله الفائق ده نعينه. فتلاقوه في خروج 19: ربنا قال لموسى النبي: قدس، ليتقدس الكهنة اللي يقتربوا للرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال له الرب: اذهب انحدر. بعد ما طلع الجبل قال له: انزل تاني، ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فإذا هنا هو إنسان ما يقدرش يندفع ويدخل في المقدسات كده وهو فاكر نفسه أنه هو يقدر يعين المقدسات وأنه من حقه. لا، لازم إنسان يتضع أمام الله، وهو الله اللي يظهر له من مجده على حسب ما هذا الإنسان يقدر يحتمل. لازم نقاوة ولازم التوبة عشان مجد الله الفائق ده نقدر نعينه، لأن المسيح له المجد قال لنا كده.
طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. المسيح له المجد. خد معلمنا بطرس الرسول ويوحنا ويعقوب وطلع بيهم فوق الجبل وشافوه في مجد فائق جدا قبل صليبه، عشان تلزق في أذهاننا وفي أفكارنا هذه الصورة إن مجد الله عظيم جدا والإنسان يهابه ويبقى في هيبة. طبعا في الرؤية دي اللي شافوها فوق الجبل أو في التجلي بتاع المسيح، كان بطرس الرسول يقول في حالة من الذهول وفي حالة من عدم الإدراك، لأن المجد كان عظيم جدا. يقول تغيرت هيئته قدامه وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. ويكمل لنا في متى 17 آية 6، ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. ما بالنا إحنا نعمل إيه في المقدسات وفي القداس؟ كيف نقف وفي أمام الله في الصلاة؟ إزاي الإنسان المفروض يبقى في مهابة من أجل هذا المجد الفائق؟ يسقط على وجهه ويخاف جدا لما زي التلاميذ ما عملوا، وبخوف ورعدة يتصرف ويعبد ربنا بخوف ورعدة. أيضا شافوا كده يوحنا الرائي في رؤيا أصحاح 1 آية 16 يقول ومعه في يده اليمنى 7 كواكب. 7 كواكب دول بتتكلم على الكنائس 7، وازاي ان ربنا ممسك بهذه الكنائس 7 وبملائكتها اللي هم رؤساء هذه الملائكة رؤساء هذه الكنائس. يقول سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. يدينا ربنا هيبة من مجد ربنا الفائق نهابه، ونديله الكرامة والعزة ونعبده بخشية، ونكون نتنقى وندور على النقاء والطهارة عشان نعين مجده العظيم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.